السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا على reactions of alkyl halides. المرة اللي فاتت أو المحاضرة الخامسة اللي فاتت تكلمنا فيها عن substitution reactions SN1 و SN2 reactions، واتكلمنا الفاكتورز اللي بتأثر على الكيميكال reactions favors SN1 or SN2. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا على elimination reactions of alkyl halides. وهنا عندنا elimination reactions، هنا هنستخدم strong base عشان يقدر يعمل abstraction للبيتا هيدروجين. لو احنا لاحظنا دي الكربون اللي هي شايله الهالوجين بقول عليها الفا، اللي جنبيها على طول عليها هيدروجين بسميه بيتا كربون، والهيدروجين بسميه بيتا هيدروجين. فالبيز هيعمل abstract للبيتا هيدروجين، تنزل تعمل double bond تخرج للهالوجين as a leaving group ونحصل على الالكين. وطبعا اتكلمنا على النوعيه دي من الرياكشن وسميناها dehydrohalogenation، وخدنا امثله عليها كتير في synthesis of alkene. بس خليني افكركم بانواع البيزس اللي احنا ممكن نستخدمها في الالمينيشن رياكشن. عندنا نوعين مهمين جدا، strong unhindered bases، ودي بيكون فيها الصوديوم الكوكسايد او بوتاسيوم الكوكسايد، مش هتفرق اي حاجه فيهم، الكوكسايد صوديوم هيدروكسايد ايثوكسايد صوديوم اميد، دول ما فيش اي مشكله فيهم، نقدر نستخدمهم كسترونج ان هندرد بيزز. سترونج هندرد بيزز زي البوتاسيوم تيرشري بيتوكسايد، زي الدي بي يو، وطبعا اديتكم فكره عنهم المره اللي فاتت، انواع النيوكلوفايل والبيزز اللي احنا ممكن نستخدمهم في الرياكشنز اوف الكيل هلايد. طيب نبدا نتكلم عن الاي 1 رياكشن او الاليمينيشن رياكشن. E1 ايه اختصار elimination؟ طب 1 دي اختصار لايه؟ هنشوف دلوقتي E1 دي اختصار لايه او هي عباره عن ايه. لو انا عندي تيرشري الكيل هلايد وعملنا له سولفوليسيس بالميه، طيب لو تفتكر في الاس ان 1 رياكشن احنا جبنا برضه التيرشري بيوتيل كلورايد وعملنا له سولفوليسيس بالميه او بالالكهول، اديني سبستيتيوشن رياكشن. طيب هنا عملنا سولفوليسيس بالميه ولكن عمل elimination رياكشن، هنا بقى الكنترول على الرياكشن على اساس ان في حاله، في الحاله الاولى لو عملناه في الروم تمبريتشر هيدي mainly substitution SN1 reaction، وهنا لو رفعنا التمبريتشر شويه هتبقى هيديني الايه، هيديني الالمينيشن برودكت. طيب تعالوا نشوف الميكانيزم بتاعنا ماشي ازاي. طبعا احنا عارفين في الاس ان 1 رياكشن نفس الكلام، كان الترشري بيوتيل كلورايد بيحصل له ايونيزيشن ويديني الكاربوكاتاين، هنا نفس الكلام برضه ما فيش اي اختلاف، الترشري بيوتيل كلورايد بيحصل له ايونيزيشن ويديني الترشري كاربوكاتاين، وطبعا زي ما احنا قلنا بيكون بلانر وبيكون الفيكنت بي اوربيتال بيكون عمودي على البلين بتاعي، والخطوه دي بسميها الريت ليميتنج ستيب او الريت ديتيرمينج ستيب، وبيكون سلو ستيب. لو بصينا على الرياكشن كوردينيت هنلاقي الستيب الاولى اللي هي اد الرياكتنس علشان يديني الترانزيشن ستيت، وهي عشان يديني الكربوكاتاين الاول انترميديت الاول، ودي الترانزيشن ستيت الاولى. طيب هنا طبعا هلاحظ ان الفري انرجي اوف اكتيفيشن ايه كبيره، هلاقي ان الفري انرجي اوف اكتيفيشن كبيره في، وخاصه في الاليمينيشن رياكشن ان جنرال الفري انرجي اوف اكتيفيشن بتكون عاليه، علشان كده انا لما برفع التمبريتشر بخلي الرياكشن فيفورد انه يروح للايه، للاليمينيشن. الستيب الثانية بمنتهى البساطة هيجي السولفنت بتاعي يعمل ابستراكت للبيتا هيدروجين، ينزل يعمل دبل بوند، ينزل يعمل دبل بوند ويكون لي الايه، ويكون لي الالكين بتاعي، ويكون لي الالكين بتاعي. ودي الستيب 2 في الميكانيزم بتاعي، ان اللي يجي الكربوكاتاين يتفاعل مع السولفنت بتاعي اللي هو الميه او الالكهول، مش هتفرق اي، لان دي عباره عن سولفوليسيس برضه، ولكن بتفرق هنا التمبريتشر عاليه شويه عن الاس ان 1 رياكشن. طيب يعني ادي الكربوكاتاين بتاعي يتفاعل مع السولفنت هيديني الترانزيشن ستيت، وفي النهايه هيديني الايه، هيديني البرودكت. الدلتا جي دبل داجر الثانيه، الدلتا جي دبل داجر 2 هتكون اقل من الايه، الدلتا جي دبل داجر 1، يعني فري انرجي اوف اكتيفيشن 2 lower than or less than free energy of activation 1. طيب هنا الرياكشن كوردينيت او الفري انرجي او الانرجي دايجرام بيبقى فيه تو ترانزيشن ستيت، بيبقى فيه تو ترانزيشن ستيت، وده طبعا يختلف عن الاس ان 1 اللي بيكون فيه 3 ترانزيشن ستيتس، 3 ترانزيشن ستيتس، ناخد بالنا من الكلام ده. طيب بعد كده جايب لي هنا مثال بيقول لو انا فعلت السكندري الكيل هلايد، على سبيل المثال المركب اللي قدامنا دوت سكندري الكيل هلايد، عملنا له سولفيشن او عملنا له سوري عملنا له سولفوليسيس بالميثانول، ايه اللي هيحصل؟
المفروض ان هيحصل سبستيتيوشن الاول للكلورايد اتوم اللي هنا، هيحصل سبستيتيوشن للكلورايد اتوم اللي هنا، وبالتالي هتبقى هنا الميثوكسي جروب ويديني الايثر. ولكن الملاحظ ان هنا حصل ايه؟ ري ارينجمنت. هنا اخد بالي معلومه مهمه للغايه، ان ممكن يحصل ري ارينجمنت وانا بعمل الاي 1 رياكشن، وانا بعمل الاي 1 رياكشن ممكن يحصل ري ارينجمنت. طيب خلينا نشوف شكل الانترميديت اللي اتكون ازاي وحصلت الري ارينجمنت حصل فيها ازاي. يعني لو تفتكروا احنا خدنا امثله قبل كده على الري ارينجمنت، كان من ضمنها ميثايد او ميثانايد ري ارينجمنت او ميثانايد شيفت، وخدنا هيدرايد شيفت، يعني خدنا المثالين الاثنين. طب تعالوا مثلا نرسم المثال اللي قدامنا ده ونشوف ايه اللي حصل في الري ارينجمنت. ادي الكربون اتوم دي، وهنا الكلور حصل لها ليفنج فتكون هنا كاربوكاتايون. الخطوه الثانيه اللي حصل يبقى ده اول حاجه لما الكلور، لما الكلور لفت ليه اتكون عند الكاربوكاتايون. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ اللي حصل ميثينايد شيفت. يعني ايه؟ يعني الميثايل جروب حصل لها مايجريشن على الايه؟ على الكاربوكاتايون، بنسميه نيوكلوفيليك مايجريشن او نيوكلوفيليك ري ارينجمنت. هتيجي هنا الميثيل جروب وتديني البرودكت ايه؟ وتديني البرودكت دوت. اهو الميثيل جروب حصل لها شيفت، وقامت الكاربوكاتايون جت فين؟ جت مكان الميثيل جروب. شوف بقى الايه؟ شوف بقى البرودكتس اللي اتكونت شكلها ازاي؟ هنا الميثانول لما يبدا يعمل اتاك على الكاربوكاتايون ده هيديني او ميثيل جروب اهي موجوده في المكان ده. تمام؟ او ان يحصل ايه؟ يحصل ان الميثوكسي جروب تعمل ابستراكت للبروتون دوت، تعمل مش ده يعتبر برضه البيتا هيدروجين، ادي الالفا كربون، ادي الالفا، وادي الايه؟ وادي البيتا. يبقى اذا الميثوكسي جروب تعمل ابستراكت للبيتا هيدروجين، ينزل يعمل الدبل بوند ويديني البرودكت اللي احنا شايفينه دوت، وده بنسميه زيت سيف برودكت. زيت سيف برودكت اللي هو بيديني المور سبستيتد الكين، بيديني ايه؟ مور سبستيتد الكين. يبقى انا عندي تو اوبشنز، يا اما النيوكلوفايل بتاعي يبدا يعمل اتاك، النيوكلوفايل بتاعي يبدا يعمل اتاك على الكربوكاتاين ويديني البرودكت الاول اللي هو ده، او ان هو يعمل اليمينيشن ويديني البرودكت دوت. يبقى ده ناخد بالنا ان ممكن يحصل ري ارينجمنت وانا بعمل الرياكشن في حاله الاي 1 رياكشن. طيب في مثال ثاني اهوت ممكن يحصل فيه ري ارينجمنت برضه، ممكن نشوف حصل ازاي. ايه اللي حصل؟ انا عندي هنا كذا برودكت، ايه البرودكت الاول؟ اول حاجه ان الكلورايد ليف يديني الكربوكاتاين، الكربوكاتاين ممكن يحصل له ري ارينجمنت. طب بس هنا ايه اللي هيحصل؟ اهو لما الكلور ليف هيحصل ايه؟ اللي هيديني هيديني كربوكاتاين. طيب بعد كده في بروتون موجود هنا، في بروتون موجود هنا اللي هو بالاحمر ده، البروتون دوت اللي يحصل؟ هيحصل له هيدرايد شيفت. يعني ايه هيدرايد شيفت؟ يعني البروتون يحصل له مايجريشن على الكربوكاتاين والبوزيتيف تشارج تروح هناك وتتكون هنا البوزيتيف تشارج. عندي بقى كذا اوبشن دلوقتي. اول حاجه النيوكلوفايل اللي موجود معايا وهو الميه الاو اتش تعمل اتاك على الكربوكاتاين وتديني الناتج الاول، ادي اول واحد اللي هو ده. اثنين ان الميه تعمل ابستراكت للبروتون دوت، تعمل ابستراكت للبروتون دوت ينزل يعمل الدبل بوند ويديني زيت سيف برودكت، وديني زيت سيف برودكت، وده هيكون الميجور اليمينيشن برودكت. يعني هو كده كده الاليمينيشن هيبقى ماينور ان جنرال، ولكن واحد الاليمينيشن فيه منه نوعين، هيبقى فيه زيت سيف برودكت وهيبقى فيه هوفمان برودكت، بس زيت سيف برودكت هو اللي هيكون الميجور برودكت في الاليمينيشن، هو اللي هيكون الميجور برودكت في الاليمينيشن. او ان البروتون دوت طبعا هنا سي اتش 3، هنا ايه؟ سي اتش 3، فهنفصصها كده فهنخليها سي اتش. طيب الكربون اللي شايل الكاتاين يا جماعه بنسميها الفا، والكربون دي بنسميها ايه؟ بيتا. يعني الكربون دي بيتا، في هنا فرصه ان ممكن البيز او الميه تعمل ابستراكت للبروتون دوت، ينزل يعمل هنا الايه؟ ينزل يعمل هنا الدبل بوند. طب لو عمل هنا الدبل بوند هحصل على ايه؟ هحصل على هوفمان برودكت، هحصل على هوفمان برودكت اللي هو بالمنظر ده. هوفمان برودكت هو الماينور برودكت في الاليمينيشن، بس ان جنرال الاليمينيشن اصلا هيكون ماينور، والسبستيتيوشن هو اللي هيكون الايه؟ هو اللي هيكون الميجور، سبستيتيوشن هو اللي هيكون الميجور. خلاص؟ يبقى ناخد بالنا من الري ارينجمنت اللي ممكن يحصل وانا بعمل الاليمينيشن رياكشن او الاي 1. طيب تعالوا ناخد الاي 2 رياكشن. الاي 2 رياكشن بيقول ايه؟ مثال لو انا عندي سكندري الكين هلايد او عندي برايمري الكين هلايد وفعلته مع سترونج بيز، يبقى انا محتاج هنا ايه؟
محتاج strong base عشان يبدأ يعمل لي elimination reaction. طيب لو انا جبت مثلا weak base good nucleophile هيعمل لي substitution reaction مع secondary alkaloid. طيب لو انا مع السكندري الكهالايد زي ايه مثلا؟ زي الصوديوم ايودايد، زي الاسيتات، زي اي حاجه فيها سلفر، الثايوفينوكسايد، زي مثلا الثيول، زي مثلا بنزايلامين، كل ده يقدر يا جماعه يعمل لي ايه؟ يقدر يعمل لي سبستيتيوشن. طب اعمل اليمينيشن امتى؟ لو استخدمت سترونج انهندرد بيز زي مثلا الصوديوم ايثوكسايد، صوديوم ميثوكسايد، صوديوم امايد، ده يقدر يعمل لي صوديوم هيدروكسيد، ده برضه يقدر يعمل لي اليمينيشن. الكحوليك صوديوم هيدروكسيد او الكحوليك بوتاسيوم هيدروكسيد يقدر يعمل اليمينيشن. او ان انا استخدم برضه سترونج هندرد بيز زي الدي بي يو وزي الايه؟ التيرشر بيوتوكسيد، بوتاسيوم تيرشر بيوتوكسيد. طيب خلينا في المثال اللي قدامنا، مستخدم هنا سترونج بيز مع سكندري الكهلايد ولا ايزوبروبايل بروميد، هيديني الايه؟ هيديني الالكين طبعا زائد الكحول. طيب نيجي هنا نشوف ال E2، ان قلنا elimination، هناك قلنا ال E1 يعني يوني موليكولار. يوني موليكولار يعني ايه؟ يعني بيعتمد في الريت بتاعه على السبستريت فقط لا غير، زي ال SN1 reaction، وبي proceeded through formation of carbocation. proceeded through formation of carbocation. طيب هنا ال E2 reaction او باي موليكولار elimination reaction، هنا هلاحظ ايه بقى؟ هلاحظ ان الريت depends on the concentration of both substrate اللي هو الايزوبروبايل بروميد بالاضافه للايه؟ للبيز بتاعي اللي هو الايثوكسايد اللي هو الايه؟ الايثوكسايد. يبقى اذا الريت بيعتمد في بيعتمد على الكونسنتريشن بتاع السبستريت وبتاع البيز، فبنسميه باي موليكولار. المولكولاريتي بتاعت الرياكشن هنا عباره عن تو سبيشيز انفولفد ان ذا ريت ليميتنج ستيب او الديتيرمينينج ستيب. طيب يبقى اذا هقول عليه ايه؟ باي موليكولار اليمينيشن رياكشن. طيب لو بصيت على الرياكشن كوردينيت بتاعي في الفري انرجي دايجرام الاقي ايه اللي بيحصل؟ هلاقي هنا ادي الستارت ماتيريال، ادي الرياكتنس، ودي الترانزيشن ستيت، وهنا الفري انرجي اوف اكتيفيشن، وده البرودكت والرياكشن بتاعي ان جنرال اكس اورجانيك رياكشن. بيكون عندي 1 ترانزيشن ستيت زي بالظبط الايه؟ زي بالظبط الاس ان 2، بيكون عندي 1 ترانزيشن ستيت. يبقى هنا اقدر الخص الكلام اللي في السلايد دي بيقول ايه؟ بيقول ان التفاعل بتاعي عباره عن باي موليكولار اليمينيشن رياكشن، وان الريت ديبندز اون بوث كونسنتريشن اوف سبستريت اند بيز، زيه زي الاس ان 2 رياكشن بالظبط. طيب يا ترى الميكانيزم بتاعنا ماشي ازاي يا جماعه؟ الميكانيزم هنا اللي بيحصل كاستيريوكيمستري ليه بقى؟ احنا بنقول لازم يكون عندي ادي الالفا كربون وادي البيتا ايه؟ البيتا كربون. ايه اللي بيحصل؟ البيز هيعمل ابستراكت للبيتا هيدروجين، طيب دي تنزل تعمل دبل بوند، وبعدين تخرج الايه؟ تخرج البي ار. طيب ناخد بالنا طبعا ماشي، خلينا نقول المعلومه دي الاول وبعدين نرجع لها تاني. ايه اللي هيحصل هنا يا جماعه؟ لما الايزوكسايد تعمل ابستراكت البروتون دوت في بوند هتتكون صح؟ يبقى هرسمها منقطه. طيب الهيدروجين يحصل لها شيفت وتكون هنا دبل بوند، يبقى اذا البوند دي هتتكسر، يبقى هرسمها برده منقطه او داش لاين. طيب هنا دي هتتكون يبقى هرسمها برضو داش لاين، دي هتتكسر يبقى هرسمها داش لاين. اللي هيتكون اللي هيتكسر هرسمه داش لاين زي ما احنا عارفين في الترانزيشن ستيت، لان هيتكون عندي 1 ترانزيشن ستيت. طيب العبره هنا في ايه؟ العبره ان الابستراكشن في البيز، الابستراكشن للبروتين هنا بالبيز اخذ اي بروتون، مش اي بروتون، يعني البروتون ده والبروتون ده والبروتون ده. اشمعنى البروتون ده بالتحديد؟ لو انا لاحظت هلاقي ان البي ار، البي ار والهيدروجين، البي ار والهيدروجين عكس بعض، يعني كوبلا انتي كوبلانر، لان الاثنين عكس بعضيهم، يعني البي ار من تحت والاتش في الايه؟ في الاتجاه المعاكس، البي ار من تحت والاتش في الاتجاه المعاكس ليه. طيب ده ضروري جدا، ليه؟ لان ده شكل الاورينتيشن في البروتون بالتحديد هو هيعمل كده. طب لو كان البروتون شكله مختلف عن كده، يعني مثلا ممكن نقول، هنفهمها بطريقه ثانيه، ممكن نقول ان البي ار، ممكن نقول ان البي ار هتكون مثلا فرونت، يبقى ياخد الاتش اللي في الايه؟ في الباك. لو الـ البي ار باك يبقى ناخد الاتش اللي في الفرونت، يبقى الاثنين لازم يكونوا ايه؟ عكس ايه؟ عكس بعضهم، انتي كوبلانر ارينجمنت او اورينتيشن. طيب الخطوه اللي بعد كده الاخيره بقى، ايه البوند اللي هتتكسر والبوند اللي هتتكون؟ ايه؟ هيديني الالكين. طيب التفاعل بيكون، احنا قلنا ان البيز والسبستريت انفولفد للرياكشن مع بعضهم، بيتفاعلوا الاثنين مع بعضهم.
at the same time، يعني البوند هتتكون وهتتكسر at the same time، فعشان كده بنسميه باي مولكيولار اليمينيشن رياكشن، بنسميه simultaneous reaction او بنسميه concerted reaction، بنسميه concerted reaction او simultaneous reaction لانه بيحصل at the same time، bond formed and bond broken down at the same time، بتتكسر في نفس الوقت. طب تعال نشوف شكله ايضا في الايه؟ في الاوربيتال ستراكشر. ادي البيز، ادي البيز اللي عندي، هتعمل ابستراكت للبروتون، هتنزل تعمل الدبل بوند، هتخرج الليفنج جروب. يبقى لو تخيلنا ادي الاتش اهيت، شوف الاتش، ادي الليفنج جروب، ادي الليفنج جروب، وادي الاتش اللي على الكربون بيتا، يبقى ده البيتا هيدروجين. شفت وضعه عامل ازاي؟ بيكون شكله ايه؟ بيكون انتي كوبلانر. انتي ايه؟ انتي كوبلانر، يعني الاثنين عكس بعض تماما. لما ناخد ان شاء الله في الاستيريو كيمستري بالتفصيل ده نيومان بروجكشن، هلاقي ان البروتون بتاعي انتي كوبلانر بالنسبه للليفنج جروب، يعني ده في الاتجاه ده والهيدروجين في الاتجاه المعاكس ليه تماما، الاتجاه المعاكس ليه تماما. هيقوم البيز ينزل يعمل ابستراكت البروتون، تنزل تتكون الدبل بوند، تخرج الليفنج جروب، كله على ايه؟ على لاين، ولكن بنسميه انتي كوبلانر ترانزيشن ستيت، بنسميها انتي كوبلانر ترانزيشن ستيت. طيب ممكن نقولها بطريقه ثانيه، ممكن ان البيز اعمل ابستراكت للبروتون، فيقوم الهايست اوكيوبايد مولكيولار اوربيتال ينزل يعمل اتاك او اوفرلاب مع مين؟ مع اللوست ان اوكيوبايد مولكيولار اوربيتال للكربون اتوم، وبالتالي تخرج الليفنج جروب ويديني الايه؟ ويديني الالكين. طب الالكين شكله عامل كده ازاي؟ لو لاحظنا ده الاوربيتال بتاع الكربون دي، وده الاوربيتال بتاع الكربون دي، وطبعا زي ما انتم عارفين ان الباي بوند بيحصل لها ايه؟ بيحصل اوفرلابنج بالايه؟ باي سايد باي سايد، بيحصل اوفرلابنج سايد باي سايد، فهتلاقي الاثنين اللي فوق سايد باي سايد، والاثنين اللي تحت سايد ايه؟ باي سايد، فهتلاقي الاوربيتال من فوق ومن تحت جاي سايد باي سايد اوفرلابنج. طيب تعالوا ناخد نشوف، احنا دلوقتي دققنا قوي، دققنا قوي على الاورينتيشن بتاع الهيدروجين اتوم او البيتا هيدروجين بالتحديد. الاورينتيشن بتاع البيتا هيدروجين، يعني زي ما قلنا ان دي البيتا كربون، دي البيتا كربون، ودي الالفا كربون، دي الالفا كربون. فهنا البيتا هيدروجين لازم يكون ايه؟ لازم يكون انتي كوبلانر مع مين؟ مع الليفنج جروب، غير كده مش هينفع، غير كده ما ينفعش اخد باي بروتون تاني ده شكله ايه؟ عشان ده الشكل المطلوب الاساسي انه يحصل رياكشن وهو في السبيس. طيب نيجي هنا مثلا، تعالوا نشوف ناخد اول مثال، وهو الصوديوم هيدروكسيد عباره عن سترونج بيز، معايا سكندري الكي هالايد، يبقى كده انا وفرت الشروط، عند سترونج بيز، عند سكندري الكي هالايد، يبقى اذا اي 2 رياكشن. طيب هنا نيجي نشوف بقى دلوقتي البي ار دي يا جماعه وضعها ايه؟ البي ار دي موجوده على الفرونت، البي ار دي موجوده على الفرونت. طب البي ار دي بنسميها موجوده على الكربون الفا، طب الكربون دي، طب الكربون دي بيتا، طب ما برضه الكربون دي يا جماعه بيتا، صح ولا لا؟ يبقى انا عندي هنا الكربون دي بيتا، الكربون دي بيتا، والكربون دي برضو ايه؟ بيتا. طب الكربون دي عليها بيتا هيدروجين، والكربون دي عليها بيتا هيدروجين. السؤال هنا ياخد انهي واحد فيهم؟ هياخد الاثنين، مش اي مشكله. يبقى يعمل ابستراكت للبيتا هيدروجين اللي فوق، او يعمل ابستراكت للبيتا هيدروجين اللي تحت، بس يبقى السؤال مين فيهم هيكون ميجور؟ لما يكون عندي سترونج ان هندرد بيز، يبقى الميجور برودكت بتاعه عباره عن زيت سيف برودكت. يعني ايه زيت سيف برودكت؟ يعني المور سبستيتد الكين هو اللي هيكون ايه؟ الموست سبستيتد الكين هو اللي هيكون الميجور برودكت بتاعي. طب تعالوا بقى نشوف انهي بروتون اللي ناخده بحيث ان هو يديني الموست سبستيتد الكين. البروتون اللي فوق مثلا، لو جربنا ان البيز تعمل ابستراكت للبروتون اللي فوق، ايه اللي هيحصل؟ هتتكون هنا دبل بوند. طبعا هي البي ار خرجت، وبعدين البي ار تخرج كليفنج جروب، يبقى ده الاحتمال الاول، واديني الدبل بوند الاولى اللي هي زيت سيف برودكت. طب تعالوا نشوف بقى السبستيوشن، هنا كده ار، هنا كده ار، وهنا كده ار، وهنا كده ايه؟ ار. يبقى كده كام؟ 3 الكايل جروبس، يبقى معناها تراي سبستيوتد. اوكي مفيش مشكله، ليف ات ناو، خليها دلوقتي. تعالى ناخد تاني البيز، ينزل يعمل ابستراكت للبيتا هيدروجين، اهو البيتا هيدروجين ده مش اي حد، لازم يكون ديفرنت، ياخد الباك، مش اي واحد، يبقى ياخد الايه؟ ده فرونت، ياخد الايه؟ ياخد الباك. طيب يبقى اذا البيز هتعمل ابستراكت للبيتا هيدروجين بالاحمر، هينزل يعمل ايه؟ هينزل يعمل هنا دبل بوند، تخرج الليفنج جروب، تخرج الليفنج جروب، وتتكون الدبل بوند فين؟ وتتكون الدبل بوند فين يا جماعه؟ هنا. وتتكون هنا الايه؟ الدبل بوند. طب السؤال هنا كده ار، وكده ايه؟ ار، ده داي سبستيوتد، ولكن ده
تراي سبستيوتد. يبقى التراي سبستيوتد الموست سبستيوتد الكين هو اللي هيكون ايه زيت سيف برودكت، وهو اللي هيكون الميجور برودكت. يبقى اذا افضل للبيز ان هو افضل ليه سترونج اند هندرد بيز انه ياخد البروتين الايه، انه ياخد البروتون اللي فوق. افضل ليه سترونج بيز ان هو ياخد البروتين اللي فوق عشان هيديني زيت سيف برودكت اللي هو ميجور برودكت اللي هو الموست سبستيوتد الكين. اما البرودكت الثاني ده هو الليست سبستيوتد الكين اللي هو بنسميه هوفمان برودكت، هوفمان برودكت اللي هو الليست سبستيوتد الكين. طيب تعالوا ناخد مثال اخر ونغير فيه شكل الايه، ونغير شكل السبستريت بتاعي. طيب هنا انا عايزك تلاحظ حاجه بقى مهمه قوي. هنا عندي الصوديوم هيدروكسيد سترونج اند هندرد بيز، خلاص مفيش مشكله، هي اللي كانت موجوده هناك. ولكن هنا الوضع ايه؟ البي ار هنا فرونت صح؟ طيب الاتش هنا فيها واحده فرونت واحده باك، اوكي يبقى دي اللي عليها العين، ماشي يبقى ممكن هياخد دي. طب هنا بقى على الكربون دي، طالما ان البي ار فرونت يبقى محتاج على الكربون دي عشان يتفاعل معاها تكون اتش باك، تكون اتش ايه؟ اتش باك. طيب اتش باك يبقى اذا لو موجوده يشتغل، طب مش موجوده ما يشتغلش. طب الاتش اللي فوق موجوده ايه؟ فرونت. يبقى الاتش اللي فوق تبقى فرونت تتحقق للشروط ان هو لازم يكون انتي كوبلانر، موجود الكلام ده؟ لا مش موجود. يبقى اذا الاتش اللي فوق ان رياكتيف، يبقى الاتش اللي فوق ايه؟ ان رياكتيف. طيب انا هعمل فوكس على مين دلوقتي؟ ان البيز هينزل يعمل ابستراكت للبروتون ده، ها ينزل يعمل دبل بوند، تخرج مين؟ تخرج البي ار. انا للاسف ما عنديش حيله ثانيه غير البرودكت دوت هو اللي يطلع، اللي هو هيكون هوفمان برودكت، وده البرودكت الوحيد اللي هيطلع عندي. ليه يا جماعه؟ لان البروتين اللي فوق موجود على الفرونت سايد زيه زي البي ار، طب عشان يتفاعل لازم يكون على الباك سايد. يبقى البي ار فرونت يبقى هو باك، البي ار باك يبقى هو فرونت، الاثنين لازم يكونوا انتي كوبلانر لبعضيهم. طيب تعالوا نشوف مثال اخر مع لو البوتاسيوم ترشري بيتوكسايد هي اللي موجوده. يعني زي مثلا لو عندي البوتاسيوم ترشري بيتوكسايد هي اللي موجوده، بيقول ان هو هيديني هوفمان برودكت بس في جميع الاحوال، في جميع الاحوال على المثال اللي قدامنا ده، في جميع الاحوال سواء كان عندي في بيتا هيدروجين فوق في الباك سايد بالنسبه للبي ار، او في بيتا هيدروجين تحت في الباك سايد بالنسبه للبي ار، مفيش اي مشكله، في جميع الاحوال هيديني هوفمان برودكت. تعالوا نشوف الكلام ده هيمشي ازاي. يعني مثلا في المثال اللي قدامنا البي ار هنا في فرونت سايد، طب الكربون اللي فوق عندها اتش كويسه جدا في الباك سايد، طب الكربون اللي تحت برضو عندها البيتا هيدروجين، البيتا كربون اللي تحت برضو عندها هيدروجين، عندها هيدروجين في الباك سايد. الله، طب انا عندي 2 هيدروجين في الباك سايد على البيتا كربون دي وعلى البيتا كربون دي. اقول لك بس خد بالك البوتاسيوم تيرشر بروتسايد ده عباره عن ايه؟ بالكي بيز، سترونج بالكي بيز او سترونج هندرد بيز. طالما انه سترونج هندرد بيز هيروح ياخد البروتون السهل اللي ما عندوش ستريك هندرنس اللي هو فين؟ اللي هو تحت. اما البروتون اللي فوق لا، ده البروتون اللي فوق ده عباره عن تيرشري بروتون وبالتالي عنده ستريك هندرنس، فاذا التيرشري بيتوكسايد مش هيقدر يروح ناحيته خالص. يبقى اذا مش هيتكون عندي غير مين؟ غير الليست سبستيوتد الكين اللي هو مين؟ اللي هو هوفمان برودكت اونلي. خلاص؟ يبقى اذا التيرشري بيتوكسايد مش هيديني غير هوفمان برودكت اونلي، ليه؟ لانه هيمشي في اتجاه تكوين الليست سبستيوتد الكين. طيب تعالوا نشوف مثال زي الايزوبروبايل كلورايد. الايزوبروبايل كلورايد ده يا جماعه عباره عن سكندري الكين هلايد. طيب هفعله مع الدي بي يو، الدي بي يو طبعا ده احنا شايفين المنظر اللي قدامنا، اللون بيرا هتنزل تعمل دبل فك البوند علينا، نجيب هنا نيجاتيف تشارج، النيجاتيف تشارج اللي هتتكون هنا هي اللي هتعمل ايه؟ اتاك وتعمل ابستراكت للبيتا كربون، يبقى البيتا هيدروجين، ادي الالفا كربون، دي الالفا كربون ودي الايه؟ ودي البيتا كربون، فاذا البيز يعمل ابستراكت للبروتون دوت ينزل يعمل دبل بوند، تخرج الايه؟ الكلور ويديني ايه؟ ويديني الكين بتاعي. شوفوا يا جماعه 100% elimination، يبقى الدي بي يو مش هيعمل غير ايه؟ مش هيعمل غير اليمينيشن، ما عندوش قصه السبستيوشن دي خالص. الترشري بيتوكسايد ما عندوش قصه السبستيوشن دي، هو شغال اليمينيشن، هو شغال ايه؟ اليمينيشن. امتى دول الاثنين دول يشتغلوا سبستيوشن؟ في حاله ما يكون عندي مثلا مثل هلايد او برايمري مثلا هلايد ممكن يعملوا سبستيوشن شويه، انما في حاله البرايمري السكندري الترشري اليمينيشن شغال على طول. طيب هنا بيقول how to determine whether substitution or elimination is favored، مين فيهم اللي هيكون favored؟ لو انا عندي دلوقتي reaction عنده احتمالات انه ممكن يمشي elimination او يمشي substitution، يا ترى الرياكشن بتاعي ممكن يفضل يمشي ايه؟ يعني مثلا هنا عايز يقول ايه؟
لو انا عندي الليفنج جروب، لو انا عندي الليفنج جروب هنا مثلا، الليفنج جروب اهي، النيوكليوفايل ممكن يعمل اتاك في الباك سايد في الريدكشن الليفنج جروب وتخرج ويحصل سبستيتيوشن، ده واحد. او انه يعمل اتاك على البيتا هيدروجين تنزل تعمل دبل تخرج الليفنج جروب ويحصل اليمينيشن. يا ترى مين اللي هيمشي، اليمينيشن اي 2 ولا اس ان 2؟ تعالوا نشوف الفاكتورز اللي ممكن تاثر على الموضوع ده. اول حاجه التمبريتشر، ثاني حاجه الاستريك هندرنس، ثالث حاجه النيوكليوفايل اللي موجود معايا، هل هو strong and hindered nucleophile strong and hindered base ولا هل هو strong hindered base، هل هو وضعه ايه، شكله ايه، يعني البيز اللي موجود معايا هل هو ضعيف، هل هو قوي، هل هو bulky، هل هو مثلا unhindered. ده اللي هيحدد معانا نوعيه الرياكشن بتاعي. طيب ايه تاني، البيزيستي والبولاريزابيلتي بتاعت الايه، بتاعت السبستريت والبيز، يا ترى ده برضه هيأثر ازاي. تعالوا الاول نشوف، تعالوا نشوف التمبريتشر اللي هنتكلم عنهم، التمبريتشر وريلاتيفلي التمبريتشر. لو بصينا كده على التمبريتشر ايه اللي هيحصل، خلينا نمسح ده اريز. تعالوا نشوف الايفكت بتاع التمبريتشر. طبعا مبدئيا كده علشان خاطر اخلي الرياكشن بتاعي يطلع من السبستيتيوشن يروح على الاليمينيشن، ان انا ارفع درجه الحراره. لو انا رفعت درجه الحراره، لو زودت الرياكشن تمبريتشر على طول من غير ما انت مغمض، هتقول الاليمينيشن، هتقول ان الاليمينيشن فيفورد اوفر سبستيتيوشن. طيب ليه يا جماعه؟ ليه؟ لان الفري انرجي، الفري انرجي اوف اكتيفيشن في حاله الاليمينيشن اعلى من السبستيتيوشن، فانا محتاج انرجي عاليه جدا to surmount the energy of activation barrier for elimination reaction، ان انا اتغلب على الفري انرجي اوف اكتيفيشن في حاله الاليمينيشن رياكشن. ده السبب الاول. السبب الثاني بيقول ايه؟ بيقول ان الاليمينيشن رياكشن بيكون الانثالبي بتاعه، بيكون الانتروبي بتاعي انتروبيكالي فيفورد. يعني ايه انتروبيكالي فيفورد؟ معناها ان النمبر اوف برودكتس بيكون اكتر من النمبر اوف رياكتنس، فهنا بتكون الانتروبي عاليه. طيب هنا لما لو انا رفعت درجه الحراره هزود الانتروبي دي. طيب لو انا رفعت درجه الحراره وزودت الانتروبي، معناها ان انا هعمل ايه؟ يعني انا هخلي الرياكشن يمشي في اتجاه الايه؟ في اتجاه الاليمينيشن، لانه برضه هيخلي لي الدلتا جي نوت اللي هي جيبس فري انرجي، اللي هي جيبس فري انرجي هتبقى ايه؟ هتبقى بالماينس وعاليه، هيخلي لي جيبس فري انرجي بالماينس وعاليه. طيب بمعناها لو انا زودت التمبريتشر هيحصل ايه؟ انهانسز ذا انتروبي افكت. لما تزود الانتروبي افكت يبقى تخلي لي الاليمينيشن رياكشن فيفورد. ليه؟ لان الانتروبي بتكون عاليه في حاله الاليمينيشن رياكشن، فانت لو زودتها يبقى انت حسنت الرياكشن، تخليه يمشي في اتجاه الاليمينيشن. طبعا بلا شك اني لما ازود درجه الحراره شويه بخلي الرياكشن يمشي اسرع، سواء كان بقى في الاليمينيشن ان جنرال، يعني سواء كان في الاليمينيشن او في السبستيتيوشن. طيب تعالوا نشوف الريلاتيف ستريك هندرنس في السبستريت بتاعي. السبستريت ممكن يبقى برايمري الكيلهالايد، ممكن يكون سكندري الكيلهالايد، ممكن يكون تيرشري الكيلهالايد. خلينا الاول نشوف البرايمري سبستريت. لو انا عندي برايمري سبستريت يا ترى هيكون شكله عامل ازاي؟ هنا مثال، مثلا الاثيل برومايد ده برايمري الكيلهالايد. البرايمري الكيلهالايد لما فعله مع صوديوم ايثوكسايد، الصوديوم ايثوكسايد يا جماعه عباره عن ايه؟ عباره عن سترونج اند هيندرد بيز، هتعمل ايه؟ هتعمل سبستيتيوشن ميجور واليمينيشن ماينور. يبقى هتعمل سبستيتيوشن ميجور يطلع لي طبعا ايثوكسايد، يعني الناتج هيكون ايه؟ هنشيل البي ار وندخل مكانها الايثوكسي جروب، فهيديني ايه؟ هيديني الايثر، وده هيكون الميجور برودكت 90%، والاليمينيشن برودكت بتاعي اي 2 هيكون ماينور برودكت 10%. النسب مش ضروري نحفظ النسب، بس جاست ان انا بعرف مين الميجور وبعرف مين الايه؟ مين الماينور. طيب نيجي مثلا على المثال اللي معانا دوت، ده عباره عن برايمري الكيلهالايد، برضه هستخدم له سترونج بيز، ولكن سترونج ان هندرد ايه؟ سترونج ان هندرد بيز، سترونج ان هندرد بيز. طيب ايه اللي هيحصل برضه يا جماعه؟ السبستيتيوشن ايه؟ فيفورد، اس ان 2 رياكشن فيفورد عن الاليميشن، السبستيوشن فيفورد عن الاليميشن. يبقى لما يكون عندي برايمري الكيل هالايد ومعايا سترونج ان هندرد بيز على طول وانت مغمض، اس ان 2 ميجور واي 2 ماينور، واي 2 ايه؟ ماينور. طيب
نيجي بقى نكبر الموضوع شويه، يعني ناخد البرايمري الكين هالايد ولكن المره دي مع ايه؟ مع بالكي بيز، سترونج بالكي هندر، سترونج بالكي بيز او سترونج هندرد بيز. لو انا استخدمت سترونج هندرد بيز بقى مع البرايمري الكين هالايد، لا الاليمينيشن الاي 2 هو اللي هيكون الميجور برودكت، يبقى الاي 2 هو اللي هيكون الميجور برودكت والاس ان 2 هو اللي هيكون الماينور برودكت. لان لو رجعنا خطوه للخلف هنقول سترونج هندرد بيز بتعمل اليمينيشن، بتعمل ايه؟ بتعمل اليمينيشن زي مين؟ زي البوتاسيوم تيرشري بيتوكسايد المثال اللي معانا، وزي مين تاني؟ وزي الدي بي يو، وزي الدي بي يو. دول بيعملوا لي ايه؟ بيعملوا لي اليمينيشن. يبقى نراجع اهو بقى، نقول ان البرايمري الكين هلايد مع سترونج اند هندرد بيز زي الصوديوم ايثوكسايد، زي الصوديوم ايثوكسايد او الصوديوم ميثوكسايد، الاثنين دول هيديني ميجور برودكت سبستيتيوشن اس ان 2 وماينور اي 2. طيب لو انا استخدمت سترونج هندرد بيز يبقى اذا هيكون عندي الاي 2 هو الميجور والاس ان 2 هو الماينور. ده في حاله يا جماعه ايه؟ في حاله لما يكون برايمري الكين هلايد. طب لو معايا السكندري الكين هلايد، لو معايا السكندري الكين هلايد معايا مثلا كذا احتمال. اول احتمال ان انا افعله مع ويك بيز جود نيوكليوفايل مثلا. ويك بيز جود نيوكليوفايل زي مثلا الاسيتيت انايل. الاسيتيت انايل بالمنظر اللي معايا ده عباره عن ادي نيجاتيف تشارج، ده عباره عن ايه؟ عباره عن ويك بيز ولكنها جود نيوكليوفايل، هتعمل لي سبستيتيوشن للبار وتخش مكانها بس ذات سيت، اس ان 2 رياكشن اونلي، اس ان 2 رياكشن اونلي. طب تعالى نكبر الموضوع شويه ونخلي البيز بتاعتي سترونج بيز، نخلي البيز بتاعتنا ايه؟ سترونج ان هندرد بيز. خد بالك بقى نخليها سترونج ان هندرد بيز. طالما سترونج ان هندرد بيز مع السكندري الكين هلايد يبقى هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي اليمينيشن رياكشن، هيكون الميجور الاليمينيشن رياكشن او الاي 2 ميجور. طب والاس ان 2 ماينور، والاس ان 2 هيكون ايه؟ هيكون ماينور. طيب ايه رايك بقى لو احنا استخدمنا التيرشري بيتوكسايد مع الايزوبروبايل بروميد اللي هو السكندري الكين هلايد اللي هيحصل اليمينيشن اونلي، اليمينيشن ايه؟ فقط لا غير. يبقى هيديني اي 2 رياكشن، يعني زي ما احنا قلنا ان في حاله الدي بي يو وحاله التيرشري بيتوكسايد مش هيعملوا لي سبستيتيوشن وياه، فهيطلع لي البرودكت بتاعي اليمينيشن، هيطلع لي البرودكت بتاعي اليمينيشن. طيب تعالوا نشوف لو انا عندي تيرشري سبستريت، لو عندي تيرشري سبستريت، لو عندي تيرشري سبستريت زي مثلا تيرشري بيوتيل كلورايد. تيرشري بيوتيل كلورايد ده عنده كذا احتمال، خلينا نبدا بالاحتمال الاول البسيط اللي احنا عارفينه اللي هو سولفوليسيس. سولفوليسيس سيادتك ممكن تعمله في ايه؟ ممكن تعمله في الواتر الميه، او ممكن تعمله في الالكهول، مفيش مشكله، او ميكشر منهم الاثنين، بس كده هتطلع ميكشر برودكت من السبستيتيوشن يعني. طيب فاذا هتعمله امتى بقى؟ في الروم تمبريتشر ولا ترفع درجه ولا ترفع درجه الحراره؟ لو احنا عملناها في الروم تمبريتشر، لو عملنا سولفوليسيس في الروم تمبريتشر يبقى اس ان 1 رياكشن. عارفين تيرشري بيوتيل كلورايد عباره عن تيرشري الكيل هالايد، بيديني تيرشري كاربوكاتاين ستيبل كاربوكاتاين، يبقى اذا لو عملت له سولفوليسيس هيديني اس ان 1 ميجور ات روم تمبريتشر، ات روم تمبريتشر. طبعا احنا هنا مستخدمين ميكشر من الايه؟ مستخدمين ميكشر من الالكهول والميه، فالميه هتديني الالكهول والالكهول هيديني الايه؟ هيديني الايثر، فده هيكون هو الميجور برودكت، وهيكون الاليمينيشن بتاعي هيكون ماينور برودكت. طيب لو انا بقى رفعت درجه الحراره شويه، طبعا احنا عارفين من ليه، لو انا رفعت درجه الحراره ايه اللي هيحصل؟ هيديني البرودكت بتاعي الميجور هو الايه؟ هو الاليمينيشن. الميجر هو اللي هيكون مين؟ الاليمينيشن، لان زي ما قلنا ان التمبريتشر بتخلي الرياكشن شيفت توردز اليمينيشن، خلي الرياكشن يروح ناحيه الاليمينيشن. طيب خلينا نغير النيوكليوفايلز اللي موجودين معايا، احنا هنا عملنا سولفيشن، طب عايزين نستخدم مثلا بيز اقوى شويه زي الصوديوم ايثوكسايد، الصوديوم ايثوكسايد يبقى الميجر اليمينيشن وانت مغير وانت مغمض، يبقى الميجر ايه؟ الميجر هيكون اليمينيشن وانت مغمض، يبقى اذا حتى لو في الروم تمبريتشر، حتى برضه لو سخنت، لو في الروم تمبريتشر هيكون هو الميجور اي 2 رياكشن وماينور اس ان 1. طيب لو انا بقى سخنت خلاص ما فيش غير الاليمينيشن رياكشن بس، ما فيش غير الاليمينيشن رياكشن بس، وهيكون 100% سواء كان اي 2 او اي 1. يبقى لو انا استخدمت سترونج بيز ورفعت التمبريتشر يعني كده الدنيا ايه؟ الدنيا خلصانه معايا، احصل على الاي 2 والاي 1 رياكشن فقط لا غير. طيب هنا ده كده هنا ده كده السمري للرياكشنز بتاعه الاي 1 والاي 2 رياكشن. هنا عايز اقول لك مثلا ان الاي 2 رياكشن عن طريق لو استخدمت السمول بيز
او سترونج ان هندرد بيز زي الصوديوم هيدروكسيد، صوديوم هيدروكسيد، صوديوم ميثوكسيد، هيديني البرودكت بتاعي اللي هو الموست سبستيتد الكين اللي هو بيكون زيت برودكت. ولازم يكون طبعا زي ما اتفقنا يكون الاتاك على البيتا هيدروجين ان هو يكون انتي كوبلانر، وان هو الرياكشن بتاعي بيكون باي موليكولار في الريت ديتيرمينست. لو استخدمت سترونج بالكي بيز زي الدي بي يو، زي التيرشر بيوتوكسايد، زي الدي بي يو او التيرشر بيوتوكسايد، هيكون الرياكشن بتاعي البرودكت هو الليست سبستيتد الكين وبنسميه هوفمان برودكت. وبرده لازم تكون الهيدروجين او البيتا هيدروجين يكون انتي كوبلانر، والرياكشن برده باي موليكولار ان ريت ديتيرمينست ستيب. يعني ايه باي موليكولار يا جماعه؟ اي 2 يعني البوند اللي بتتكون والبوند اللي بتتكسر في الترانزيشن ستيت ات ذا سيم تايم، يعني فورميشن اند بريكن داون ذا بوند ات ذا سيم تايم سيمتينسلي الرياكشن كونسيرتد رياكشن. طيب المثال اللي هنا جايبه له اهوت، لو انا استخدمت الالكيل هالايد ده، الليفنج جروب دي هي الالكيل هالايد اللي عندي، وادي الكربون اتوم دي على الهيدروجين، وهنا دي CH2 وعليها R، وهنا CH وعليها R وR. طيب هنا بيقول ان البيز ممكن يعمل ابستراكت البيتا هيدروجين ده، ينزل يعمل دبل بوند تخرج الليفنج جروب ويديني هنا الموست سبستيتد الكين، دي طبعا الترانزيشن ستيت، ويديني الموست سبستيتد الكين اللي هو بالمنظر ده اللي هو بنسميه ايه؟ بنسميه زيت سيف برودكت. او ان ده لو كان امتى بقى؟ ده لو كان سترونج ان هندرد بيز. طيب لو عندي سترونج هندرد بيز بالشكل ده زي التيرشر بيوتوكسايد، مش هتقدر تروح غير للبيتا هيدروجين ده اللي هو ايه؟ اللي هو علشان بعيد عن الستيريك هندرنس، فيديني يسحب البروتون ده ينزل يعمل دبل بوند تخرج ليفنج جروب. طب اشمعنى دي؟ لان ده هيديني الليست سبستيتد الكين اللي هو ده، اللي هو الليست سبستيتد الكين اللي هو هوفمان برودكت. يبقى لازم نبقى عارفين سترونج هندرد بيز هتفضل انها تديني الليست سبستيتد الكين اللي هو هوفمان برودكت، وان سترونج ان هندرد بيز هتفضل ان هي تديني الموست سبستيتد الكين اللي هو ايه؟ زي سيف برودكت. كل واحد عارف هو رايح يعمل ايه. السترونج هندرد بيز رايح تطلع هوفمان برودكت، وسترونج ان هندرد بيز رايح تطلع ايه؟ زي سيف برودكت. طيب لو انا هعمل اي 1 رياكشن على سبيل المثال دي هيدريشن للالكوهول، دي هيدريشن للايه؟ للالكوهول. خد بالك ان انا هستخدم، ان انا ممكن استخدم absence of strong base solvent is often the base. يعني انا ما اقدرش استخدم strong base خالص في الاي 1 رياكشن، يبقى انا عشان اعمل اي 1 رياكشن في الغالب بيكون السولفنت هو البيز بتاعي، بيكون السولفنت هو الايه؟ البيز بتاعي، ما بقدرش احط strong bases خالص، absence of strong base. طيب الالكوهول علشان تقدر تخليه يتفاعل بتحط له سترونج اسيد كاتاليست، لان طبعا انتوا عارفين ان الاو اتش بتاعت الالكوهول دي باد ليفنج جروب لانها عباره عن سترونج بيز، فانا بعمل لها بروتونيشن واخليها ميه، وميه تطلع جود ليفنج ايه جروب. وبرده اخد في الاعتبار ان ممكن في حاله الاي 1 رياكشن بيكون الكربوكاتاين اللي ممكن يحصل له ري ارنجمنت لو كان جنبيه، لو كان جنبيه سي اتش او جنبيه مثل، يحصل ميثينايد شيفت او ري ارنجمنت، او يحصل هيدرايد شيفت او ري ارنجمنت. السبب في كده ايه يا جماعه؟ انه يتحول من سكندري كاربوكاتاين الى تيرشري كاربوكاتاين، من ليس ستيبل كاربوكاتاين الى مور ستيبل كاربوكاتاين، فده السبب او الغرض اللي بيحصل، الغرض اللي من خلاله بيحصل الري ارنجمنت بتاعي. طيب يبقى قلنا خلاص الري ارنجمنت، البرودكت بيكون طبعا زيت سيف برودكت علشان يديني الموست سبستيتد الكين. هنا عايز يقول ان الميه ممكن تخرج في صوره ان الاو اتش بتخرج في صوره الميه اللي هي الجود ليفنج جروب. البرايمري الكول جو باي اي 2 تايب ميكانيزم، لو انا عندي برايمري الكول يبقى ده بيشتغل بالاي 2 رياكشن، لو انا عندي تيرشري الكول بيشتغل بالاي 1 رياكشن. خلاص تعالوا نشوف مثال مثلا اللي قدامنا دوت. لو انا عندي المثال ده شكله ايه؟ انا عندي هنا الليفنج جروب دي عباره عن سكندري الكيل هالايد، عباره عن سكندري الكيل هالايد او ميه او الكحول. الليفنج جروب ايا كان بقى، هو حاطط هنا الليفنج جروب على اساس ان هي الايه؟ الميه. مفيش مشكله خالص ان ده كان سكندري الكحول وبعدين عملنا له بروتونيشن فخلينا الاو اتش او اتش 2 فبقت ميه جود ليفنج جروب. مفيش مشكله، المهم ان في ليفنج ايه؟ في ليفنج جروب. طيب هيجي طبعا الاي 1، احنا اتفقنا ان الاي 1 عشان يعمل اليمينيشن لابد ان يكون عندي سولفنت بس. سولفنت ايه بس هو اللي بيشتغل كبيز، سواء كان مثلا ميه فهي تبقى السولفنت، لو الالكوهول يبقى هو الايه؟ السولفنت. على المثال اللي معانا هو مستخدم الالكوهول كايه؟ كسولفنت. فاذا قدامه تو اوبشنز، يا اما يسحب البروتون دوت بيتا بروتون وتنزل تعمل دبل بوند، طبعا الاول لما تخرج الليفنج جروب، احنا عارفين الميكانيزم بتاع الاي 1 رياكشن، لما تخرج الليفنج جروب هيديني هنا الكربوكاتاين، وطبعا برضو عارفين الكربوكاتاين بيكون ايه؟ عمودي على البلين بتاعي. طيب فهنا الكربون دي بالنسبه للكربوكاتاين بيتا، والكربون دي بالنسبه للكربوكاتاين بيتا.
طيب اذا السولفنت اللي عندي قدامه تو اوبشنز، يا اما يسحب البروتون ده وينزل يعمل دبل بوند، او يسحب البروتون ده وينزل يعمل دبل بوند. بس لو سحب البروتون ده ونزل عمل دبل بوند هيديني زائد سيف برودكت اللي هو الميجور برودكت، ولو عمل ابستراكت للبروتون دوت هينزل يعمل دبل بوند ويديني مين؟ ويديني هوفمان برودكت، ويديني هوفمان ايه؟ هوفمان برودكت. بس طبعا بريدومينانت فورميشن هو مين؟ هو الموصل بالسودالكين اللي هو زيت سيف برودكت، يعني السولفت لما يعمل ابستراكت للبروتون دوت ينزل يعمل دبل بوند خلاص، ويديني زيت سيف برودكت اللي هو هيكون الميجور برودكت. طيب ده ممكن يحصل كده، يعني بمجرد ما الكربوكاتايون يتكون ممكن يحصل كده، ممكن يحصل ري ارينجمنت للكربوكاتايون. طب ليه يا جماعه؟ الكربوكاتايون اللي قدامي ده سكندري كربوكاتايون، يعني لو حصل شيفت للهيدروجين ده كده، لو حصل شيفت للهيدروجين ده كده اسمه هيدرايد شيفت، حصل هيدرايد شيفت يوم الكربوكاتايون يجي مكانه والاتش يجي هنا. طب لما يجي الكربوكاتايون هنا بي تيرشري كربوكاتايون فبي مور ستيبل، ففي الحاله دي الفورس السبب اللي خلى الكربوكاتايون يجي هنا والهيدرايد يحصل له شيفت مايجريشن هناك ان هيتحول من سكندري كربوكاتايون الى تيرشري كربوكاتايون مور ستيبل كربوكاتايون. طيب يجي بعد كده بقى خلاص الكربون دي بقى هي دي اللي اصبحت ايه؟ هي اللي اصبحت بيتا كربون. هيقوم السولفنت بتاعي يعمل ابستراكت للهيدروجين ده للبيتا هيدروجين، ينزل يعمل الدبل بوند، وفي الحاله دي هحصل برضه على مين؟ على زيتس برودكت اللي هو الميجور برودكت بتاعي. خلاص؟ يبقى سواء حصل ري ارينجمنت او ما حصلش ري ارينجمنت هيكون البرودكت بتاعي الميجور هو زيتس. فده سمري على الموضوع، قلت ابص معاكم فيها عشان خاطر تاخدوا بالكم ايه منها. فاكرين بقى التيبل ده اللي بدأنا بيه زمان وقلنا ايه؟ ده التيبل اللي بدأنا بيه زمان وقلنا ان هو مهم جدا مهم جدا بيلخص لي كل الدنيا. نراجعه سوا تاني كده بسرعة، بنقول لو عندي ميثيل بروميد، طبعا الميثيل بروميد كله SN2 ايا كان لانه ما عندوش اليمنيشن اصلا، هي ميثيل جروب واحدة بس، فأي حاجة في الدنيا هتعمل ايه؟ هتعمل اليمنيشن، هتعمل سبستيتيوشن SN2 رياكشن. طيب لو انا عندي بقى برايمري الكهلايد، لو عندي برايمري الكهلايد يا ترى البرايمري الكهلايد هيعمل ايه؟ لو انا عندي ويك بيز بور نيوكلوفايل يبقى اس ان 2، لو عندي ويك بيز جود نيوكلوفايل، ويك بيز سترونج نيوكلوفايل برضه اس ان 2، لو عندي سترونج ان هندر ديبز برضه اس ان 2. هو بس هيعمل اليمينيشن او اي 2 في حاله واحده فقط لا غير، في حاله لما يكون ايه؟ ها، في حاله لما يكون عندي التيرشال بيوتوكسايد او الدي بي يو سترونج هندر ديبيز فقط لا غير. طيب تعالوا نروح على السكندري الكهلايد. السكندري الكهلايد في السولفوليسيس، لو عملت سولفوليسيس بميه او بالكحول ايه اللي هيحصل؟ هيديني اس ان 1 او اي 1 يعني راسيميك ميكشر. راسيميك ايه؟ ميكشر. خد بالك ماي ري ارينج، يعني ممكن يحصل ري ارينجمنت. طيب لو سيادتك استخدمت ويك بيز جود نيوكلوفايل مثلا، ويك بيز سترونج نيوكلوفايل، طالما استخدمت سترونج نيوكلوفايل يبقى برضه اي 2 رياكشن. طيب بقى لو تقلت الموضوع شويه وخليت سترونج بيز، سترونج بيز سواء كان هندرد او ان هندرد هيكون معايا مين؟ سواء استخدمت سترونج بيز هندرد او ان هندرد يبقى هيديني اي 2 رياكشن. طيب السترونج ان هندرد بيز دايما بتدي زيت سيف برودكت، وسترونج هندرد بيز بتديني ايه؟ هوفمان برودكت اللي هو الليست سبستيوتد الكين، اما هنا هيديني الموست سبستيوتد الكين اللي هو زيت سيف برودكت. طيب لو عندي تيرشري الكين هلايد يا جماعه وعملت له سولفوليسيس برضه هيديني اس ان 1 واي 1 راسيميك ميكشر. طيب الاي 1 فيفورد امتى؟ لو انا رفعت درجه الحراره. الاي 1 فيفورد امتى؟ لو انا رفعت درجه الايه؟ درجه الحراره. طيب لو استخدمت جود نيوكلوفايل او سترونج نيوكلوفايل ولكن ويك بيز برضه اس ان 1 واي واي 1 ميكشر. طيب لو انا بقى اتحركت الى سترونج بيز سواء كان هندرد او ان هندرد بيز برضه هيكون اي 2 رياكشن، هيكون ايه؟ اي 2 ايه رياكشن. يبقى ده التيبل اللي قلنا من خلاله نقدر نلخص ونظبط الامور كلها اللي تخص الايه؟ اللي تخص السبستيوشن والاليمينيشن رياكشن في الالكيل هلايد. من خلاله اقدر اعمل جادج على اي كيميكال رياكشن قدامي، هل هو هيمشي اس ان 1 ولا هل هو هيمشي اس ان 2 رياكشن، او اس ان 1 اس ان 2 اي 1 اي 2 ايا كان نوعه بقى، واقدر من خلال الحكم بتاعي على نوع الرياكشن اقدر اطلع البرودكت بتاعي، اقدر اطلع الايه؟ البرودكت بتاعي. طيب هنا بيقول بقى خد بالك
remember the following. طبعا ليه الناس تقراهم وتاخد بالهم، دي عباره عن ريفيجن عن كل البوينتس اللي احنا حكينا فيها عن الاس ان 1 والاس ان 2 والاي 1 والاي 2، فهتلاقي معلومات كتير هنا. هتلاقي بس كلمه كده ممكن تقابلك غريبه شويه، اللي هي النيوكليوفيوج. النيوكليوفيوج دي هي الليفنج جروب اللي موجوده معايا، خلاص النيوكليوفيوج هي دي الليفنج جروب اللي موجوده ايه اللي موجوده معايا، بسميها نيوكليوفيوج. طيب بعد كده في بقى شويه كويزز اهمت، خلينا نشيل الصوره دي من هناك عشان تشوفوه. في كويزز اهو، يعني ممكن نشوف الكويز ده، كويز 1 و 2 و 3 و 4 و 5. في برضه بعض الكويزز تاني هي 6 7 8، دول حلوهم. ولو في اي مشكله فيهم ممكن ايه تتواصلوا معايا، وان شاء الله خير باذن الله. وبكده يا جماعه يبقى احنا انتهينا من الكورس بتاعنا. اتمنى لكم التوفيق، وكل عام وانتم بخير، وربنا ييسر لكم الامور ان شاء الله، موفقين باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.